الفيديو ديال اليوم مهم بزاف لاصحاب القنوات اليوتيوب. الدرس ديال اليوم غادي نتعلموا كيفاش غادي نصايبوا الادسنس وكيفاش غادي نربطوه مع القنوات ديالنا، وما غاديش نكتفي فقط بهذا الشيء وانما غنعطيكم بزاف ديال النصائح وبزاف ديال الحلول للمشاكل اللي نتوما كطيحوا فيها. دونك عندك قناه اليوتيوب اولا كتفكر انك تفتح قناه اولا يعني يلا فتحتي قناه ديالك ومازال ما جمعتيش الشروط ديالك، فتبقى معايا الفيديو حتى الاخر باش انك تتعلم وتعرف بزاف ديال الحاجات وبزاف ديال الاخطاء اللي داروها الناس قبل منك باش تستافد من هاد الاخطاء هادو. الا تفرجتي في الفيديو من الاول ديالو حتى الاخر واخا تكون مقاريش وما عمرك خدمتي بالبيسي او بالتليفون او يلا صايبتي قناة، اعيدك يا اخي او اختي انك غادي تصايب الادسنس ديالك وغادي تربطه مع القناة ديالك بواحد الطريقة اللي هي مبسطة وما تحتاج انك تمشي عند شي واحد وتخلصه وفي الاخير غادي ينصب عليك وغادي يمشيو لك فلوسك. ماشي كاع الناس خايبين وماشي كاع الناس نصابوا، ولكن بزاف ديال الناس كيتواصلوا معايا كيقولوا محمد هذا راه نصب عليا دير لي القناة من بعد ما كطلع. دونك انا خويا باش نيفيتي عليا هاد المشاكل نصايب الادسنس الراسي، نصايب القناة الراسي، نصايب الادسنس ونربطه مع القناة، نصايب كلشي الراسي ما نحزر حتى واحد باش اخويا ولا اختي الايميل يكون عندي انا خاص ما يعرفو حتى واحد. اذا بلا ما نطول عليكم، بالنسبه للقناه او الصفحه الفائزه معنا اليوم في الدعم غادي نحطوها لكم في الديسكريبشن اولا في اول تعليق. الاخوان قبل ما نبداو نبغيكم كاملين ديروا لي لايك، ما عرفتش علاش صراحه كتبعوني وكتستافدوا، يعني كتستافدوا وما كديروش لايك ما فهمتش علاش، وكذلك يعني كتبعوني وكتستافدوا وما كديروش اشتراك في القناه. اذا قبل ما نبداو اضغطوا على لايك واضغطوا على اشتراك، وانا متاكد مليون في المئه ان هذا الفيديو غادي تستافدوا منه بزاف. يلا سمحوا لي بزاف بلا ما نطول عليكم، نبداو على بركه الله. اولا كندخلوا لجوجل كروم، اوكي جوجل كروم كندخلوا ليه على هذا الشكل هذا، كنجيو لهاد البلاصه هذه ديال الجيميل، اوكي يعني الشرح بالهاتف اولا بالحاسوب. كتدخل كتكتب جوجل الا ما طلعتش لك هاد البلاصه هادي، ان فوا كدير ديك جوجل، كدير جوجل بحال هكا عفوا، كدير جوجل، كدير اونتري، كتكليكي على الاختيار الاول ديال جوجل راه كطلع لك هاد الواجهه. من بعد شنو كندير؟ كنتاكد من هاد الايقونه هادي اللي كاينه هنا باللي الا ضغطت عليها بحال هكا باللي الجيميل ديالي هو اللي كيبان ليا في هاد البلاصه هادي، اوكي ضروري نتاكد باللي الجيميل ديالي هو اللي كيبان ليا هنا يعني ديال القناه ديالي، لان الادسنس غادي نصايبوه ان شاء الله بنفس الجيميل ديال القناه باش كمان تلفوز. انا بعض المرات شنو كيوقع الاخوان في حاله يعني كيكون عندك بزاف ديال لي زيميل يعني الجيميلات في التليفون ديالك وهنا كتلقاهم مستفين، حاول انك تحيد عليك كلشي باش ما تتلفش وبهكا كطيحوا في بزاف ديال الاغلاط. لهذا نحاول نتاكد بانه داخله اولا داخل بالجيميل ديال القناه ديالي هنا في هاد البلاصه هادي. من بعد شنو كندير؟ هانتوما غادي نجبدوا هادي باش يبان لكم كلشي. من بعد هنا كنديروا ادموب، من بعد ما كنتاكدوا كنديروا ادموب، كنديروها يا اما باللغه العربيه اولا باللغه الانجليزيه. ادموب ها هي ادموب، كنكليكيو عليها كيطلع لي هذا الاختيار الاول، كنتاكد بان فيه admob.google.com هذا الفوقاني هذا، ضروري نتاكد بانه هو اللي طلع لي، كنكليكي عليه مباشره كطلع لي هذه الواجهه هذه. مزيان هنا شنو كندير؟ كندير ابدا هنا، كنكليكي عليها. من بعد كيقول لك تبت لي الهويه ديالك، يعني كنديروا التالي، كيطلع لك الجيميل ديالك كيقول لك تبت لي الهويه ديالك، كتقول لها التالي. هنا كتدخل كلمات المرور ديالك، اوكي الا طلبوها لك كتدخل هنا كلمات المرور ديالك. نجي سيدي ندخل هنا كلمات المرور ديالي، يعني كلمات المرور ديال القناه ديالي، لان حنا غنصايبوا الادسنس كيف قلت لكم بالجيميل ديال القناه. من بعد كندير التالي، مباشره كتطلع لك هذه الواجهه، اوكي هنا شنو كدير؟ كدير البلد، يعني الاختيار الاول كدير فيه البلد، البلد ديالك كنتي في اسرائيل ولا في ايتوبيا ولا فين ما كنتي. انا في المغرب، نقلبوا على المغرب، ها هي المغرب هي هذه. من بعد كنختاروا المنطقه الزمنيه، المنطقه الزمنيه انا في المغرب كندير الدار البيضاء، اوكي هذه غير المناطق الزمنيه الاخوان، ماشي المدينه باش ما تجيش تقلب هنا على اكادير ولا كازا ولا غادي، غير المنطقة الزمنية يعني المغرب كدير كازا، إلا كنتي في المغرب كدير كازا، كنتي في بلد آخر كتشوف المنطقة الزمنية ديال البلد ديالك. هنا كانوا كيعطيونا أننا نختاروا واش الدولار أولا الأورو كدا، دابا ما طلعتش ليا في حالة طلعت لك كتشوف واش بغيتي الدولار أولا الأورو أولا الدرهم ولا شوفت اللي بغيتي. من بعد كنجي نهبط، كنهبط كنقرا هادشي كامل، واخا أنا عارفكم ما غاديش تقراوه لأن حنا معكازة ما كنقراوش فحال هادشي. مهم هو صراحة خصكم تقراوه، ولكن ما 70 في ومليون في المية ما غاديش تقراوه، والله لا قرا شي واحد وبالحلوف. نجي سيدي نهبط، نوافق على هاد الشروط هادو، واخا انا ما قريتش نوافق على هاد الشروط هادي بانني قريتهم. من بعد كندير انشاء حساب ادموب، مزيان بهكا كنكون يعني
نشأت الحساب، ولكن مازال كاينين بعض يعني المعلومات اللي ضروري غادي نحطوها اللي هي مهمة. هنا شنو كندير؟ نعم 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 نعم، كلشي نعم، ما كاينش لا. من بعد كندير متابعة إلى أضمض. مزيان، هنا كطلع لنا هاد الواجهة. هنا شنو كندير؟ الله يرضي عليكم، كنجي كنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود. تسعود كنلقاو الدفوعات، أو في حالة درتي اللغة الإنجليزية بيمون. أوكي، كنكليكي على الدفوعات، هادي هادي بشوية عليكم الله يرضي عليكم، لما فهمتوش شي حاجة أودي الفيديو كليكيو عليها. من بعد احنا شنو كيقول لك؟ كيقول لك اعداد الدفعات، ها انت اضافه معلومه الدفع اعداد الدفعات. كنجيو كنكليكيو على هذه بشويه علينا، كنتسناو شويه كتطلع لك هذه تاع الدارو، ماشي مشكل، كتسنى مباشره كيطلع لك هذه البلاصه هذه. هنا نتاكدوا باننا درنا فرضي، هنا الفوق فرضي الله يرضي عليكم، ماشي تجاري، هنا كدير فرضي. مزيان، هنا الاسم ديالك، الاسم ديالك، الاسم الشخصي والاسم العائلي كيف ما مكتوب في البطاقة الوطنية ديالك. من بعد ان شاء الله في حالة غيرتي البطاقة ديالك او لا غيرتي السكن، راه كاين واحد الدرس مهم غادي نحطو لكم في الديسكريبسيون او لا غادي نعاود عليه فيديو، باش الناس اللي العنوان ديالهم ماشي هو اللي في البطاقة الوطنية باش يوصلهم الكود للدار، انا غنقول لكم شنو غديروا. دابا غير ركزوا معايا، هنا كدير الاسم اللي في البطاقة الوطنية ديالك، هنا كدير العنوان اللي في البطاقة الوطنية ديالك، هنا كدير العنوان اللي في البطاقه الوطنيه ديالك، كتعاودو هنا ماشي مشكل. هنا كدير الرمز البريدي. بالنسبه للرمز البريدي هنا شنو كنديرو؟ كنجي لجوجل، ركزوا معايا، كنجيو لجوجل اسيدي، كنكتبو مثلا جوجل، مثلا انا في اكادير، مدينه اكادير، شنو كندير؟ كود بوستال اكادير. مزيان، هو كود بوستال ديال اكادير هو 80000، ولكن في حالة أنا درت 80000 الكود غادي يوصلني للبوسطة الكبيرة، يعني خصني أنا نقول لهم يعني الكود ديال الأدسنس غادي تصيفطوه لي للبوسطة اللي في الحي ديالي. يعني كيفاش كنعرف الرقم ديال البوسطة اللي في الحي ديالي؟ أنا مثلا في التشيرة، أو لا مثلا أنا في إنزكان، أو لا في تيكيوين، أو لا في الدرارقة بار إكزومبل، نديرو إنزكان، كندير كود بوسطال أكادير إنزكان. أوكي، كندير أونتخي، هنا كيعطيوني بالضبط كود بوستال ديال انزكان، ها انت هو هذا اللي تحتاني، ديال اكادير هو هذا، ديال انزكان هو هذا. في حاله ما ماكدش كنجي لهاد البلاصه هذه، الرمز البريدي بانزكان كنكليكي عليها مباشره، كيعطيوني يعني هنا كنلقى الناس كاتبين على هذا الشيء، كيعطيوني الرمز البريدي ديال انزكان، كنرجع. في حاله انت كنتي في طنجه، اوكي، راه ما كديرش الرمز البريدي ديال طنجه كامله، كدير غير الرمز البريدي ديال المنطقه اللي انت فيها، يعني اللي في الحي ديالكم، يعني ديك البوسطه اللي في الحي ديالكم. ها الاخوان، راه كنطول عليكم، ولكن راه هذه المعلومات هادو مهمه الله يرضي عليكم، خصكم تاخذوها بعين الاعتبار، لان بزاف ديال الناس ما كيوصلهمش الكود للدار، والخطا اللي كيديروا هو هذا. دونك انا في كازا في الدار البيضاء كندير مثلا، انا في درب سلطان كندير كود بوستال الدار البيضاء ضرب سلطان، باش كيعطيوني يعني الرمز البريدي ديال البلاصه اللي انا فيها. مزيان، من بعد ما كنتعرفوا على الرمز البريدي او لا كود بوستال، كنحطو هنا في هذه البلاصه هذه. هنا في الاختيار ديال المدينه كندير المدينه ديالي، مثلا انا في اكادير كندير اكادير انزكان. اوكي، هنا الرقم الهاتف بلا ما تحطوه، ماشي مشكل، مباشره ما كديروا المعلومات هذو كديروا ارسال. انا من بعد ما غادي نحط هذه المعلومات راه غادي نرجع لكم. مباشره ما كدير ارسال، ها نتوما كيأجل الامور. مزيان، من بعد كطلع لينا الواجهه على هذا الشكل هذا، بهكا كنكونوا صايبنا الحساب ديال الادسنس. حنا كاصحاب قنوات ما كنصايبوش الحساب في جوجل ادسنس، كنجيو هو الاول كنصايبوه في الادموب ضروري. من بعد شنو كندير؟ كنجي لجوجل، كنعاود ندير هنا جوجل. مزيان، كندير هنا دابا كندير ادسنس، ادسنس هانتوما طلعت لي هي الاولى، كنجيو كنكليكيو على الاختيار الاول ديال الادسنس او الاختيار الثاني، ها هما طلعوا لي بجوج، تسجيل الدخول الى جوجل ادسنس، كندير هنا البدء. هذه ما تاخذوهاش بعين الاعتبار الاخوان، حيت في حاله درتو تطبيق الان باش نوريكم كيفاش كتكليكي عليها. هنا كيعطيوك انك تدخل زعما الموقع ديالك، ماشي مشكل، تبعوا معايا، تبعوا معايا دابا شنو غديروا، دير متابعه،
قول لهم ليس لدي موقع إلكتروني حتى الآن، ودير لهم بدء الاستخدام أدسنس. واخا هنا دير نعم، نسينا دير نعم. من بعد قول لهم بدء الاستخدام أدسنس، صافي يقول لهم فوالا انا ما عنديش الادسنس. هذه كطلع لك الواجهه على هذا الشكل هذا. هنا شنو كندير الاخوان؟ كنجي كندخل الجيميل ديالي، كندير مثلا جوجل، كندير هكا، كنجي كندخل الجيميل ديالي. ها انتم كنكليكيو على هذا الجيميل هذه، في حالات تقبل يعني الادسنس ديالي، انا غنوريكم كيفاش كتعرفوا بانه تقبل وكيفاش كتعرفوا بانه ترفض. ها انتم الاخوان، في حاله وصلني واحد الجيميل تكون فيه هذه العيبه هذه كما كتبان لكم بالخضر وفيها البيض هذه بحال البي سي بحال هكا، هكا كنكون يعني عارف بان الادسنس ديالي تقبل. صافي يعني لو وصلتني هذه الرساله هذه، هنا كنعرف بانه راه الادسنس ديالي تقبل. ها انتم كتبان لي هذه، وباش كنعرفوا بان الادسنس ترفض، انا غنقلب لكم على الرساله ديال الادسنس باش كتعرفوا الترفض. ها انتم الاخوان، في حاله ما وصلتني رساله على هذا الشكل هذا، فهنا كنكون متاكد بان الادسنس ديالي ترفض. يعني قبل ما نربط الادسنس ديالي بالقناه ضروري خصني نتاكد واش تقبل هو الاول او لا ترفض. اوكي دابا غتقول لي محمد في حاله الادسنس ديالي ترفض، يعني طلعت لي هذه الرساله، هذا البي سي هذا طلع لي بالاحمر، واخا ما نبغيش لاي واحد فيكم انه طلع لي هذه الرساله هذه، شنو خصني ندير؟ هنا غادي تحاول انك تبدل التليفون، الرقم ديال التليفون، لان غادي تلقى داك الرقم اللي جا شي واحد صايب به يعني الادسنس، وانت شريتي ديك النمره جديده وعاودتي به، يعني ما غاديش يتقبل لك. غادي تحاول انك تبدل اول حاجه هو الرقم ديال التليفون، تبدل داك الجيميل، تصايب جيميل اخر من جديد ومعلومات اخرى من جديد. يعني في الاول مثلا كنتي درتي المعلومات ديالك وترفض، غادي دير في التالي غادي دير المعلومات ديال الاب ديالك او الام ديالك او الاخ ديالك الى اخره. يعني غادي تغير المعلومات كامله، وفي نفس الوقت غادي تغير البي سي. اوكي يعني داك البي سي غتغيرو، يعني غادي تعاود تخدم في تليفون اخر او في بي سي اخر. مفهوم؟ الله يرضي عليكم الاخوان. في حاله ترفض لك، حاول انك دير هادشي بلا ما تجي تسول شي واحد، تبع غير هادشي اللي كنعطيك، كنوعدك حتى غادي تخرج بنتيجه ايجابيه ان شاء الله الرحمن الرحيم. دونك يعني في حاله الادسنس ديالك تقبل، غادي تجي تبع معايا الخطوه المواليه. ولكن الله يرضي عليكم، ما تربط القناه ديالك مع الادسنس حتى تقبل الادسنس ديالك، يعني يطلع لك هذا البي سي هذا يطلع لك بالخضر الزرق كما قلت لكم ديك الساعه. اوكي غادي نرجعوا دابا. واحد القضيه الاخوان نسيتها، اليوم انا صايبت الادسنس اول مره ما يطلبوش ليا النمره. اوكي نتوما يقدر يطلبوا لكم الرقم ديال الهاتف، في حاله طلبوا لك الرقم ديال الهاتف يعني البلاصه فين يعني كرينا الادموب، يعني البلاصه فين دخلنا المعلومات، يقدر يطلبوا لك النمره ديالك. يعني لا طلبوا لك النمره ديال التليفون ديالك، حاول انك ديرها. مهم هنا شنو كندير؟ كتجي كندخل القناه ديالي، كنجي وندخلوا لتحقيق الربح. اوكي يعني القناه ديالك البلاصه فين كاين الفيديوهات ديالك الى اخره، كتجي كتكليكي على تحقيق الربح. انت راه كتلقاها في الجنب هنا فيها الدولار، كنكليكي عليها كتطلع لي هذه الواجهه. هنا حتى كنكون متاكد بانني حققت جميع الشروط، 1000 مشترك بالخضر، 4000 ساعه طلع ليا بالخضر، ميزه التحقق بخطوتين حتى هي طلع ليا بالخضر، والانذار ما يكون عندي حتى انذار. يعني الا كانوا هادو كاملين فعلين بالخضر، دابا غادي نمشيو نربطو القناه ديالنا مع الادسنس، وكذلك نصيفطو القناه ديالنا للمراجعه نشوف واش غادي تقبل اولا غادي ترفض. هنا قبل ما غادي ندوزو لهاد الخطوه ديال اننا نربطو القناه مع الادسنس، في حالات عندك هذه الميزه التحقق بخطوتين من فعلاش، غادي تكليكي عليها، غادي تمشي دير تحقق بخطوتين. يعني كيطلبوا منك انك تاكد ليهم الهويه ديالك في الجيميل، او لما مثلا كتربط التحقق بخطوتين هي انك تحمي الايميل ديالك، يعني كتلينكيه مع يعني مع الهاتف ديالك، وهكا باش في حاله شي واحد طاح على الجيميل ديالك ما يقدرش انه يدي لك القناه. اوكي يعني ضروري خصك دير الحمايه للقناه ديالك، يعني غير كيكونوا بعض الخطوات اللي هما سهلين. مزيان هنا في حالات هذه ما طلعتش لك بالخضر، طلعت لك مثلا بانه عندك انذار، فهنا ضروري خصك تسنى. ها انتم هذه ديال الانذارات، خصك تسنى حتى يحيدوا لك الانذار. اوكي يعني في حالات واجهتك هذه المشاكل، خصك ضروري تسنى حتى يكون هادو كاملين بالخطر. اذا دابا غادي نتبعوا الشرح مع الناس اللي غادي يدخلوا للقنوات ديالهم، وغادي يلقاو هذه اللعيبات كاملين بالخضر. هنا شنو كنديروا؟ كنديروا تقديم الطلب الان. مزيان هنا كيطلعوا لنا ثلاثة ديال الخطوات. الخطوة الأولى هي أنني نوافق على يعني الشروط ديال اليوتيوب.
الخطوه الثانيه هي انني نربط القناه ديالي مع الادسنس. الخطوه الثالثه هي انني كنصيفط القناه ديالي للمراجعه وكنتسنى واش غادي تقبل او لا غادي ترفض. اذا بسم الله على بركه الله غادي ندوزو الخطوه الاولى كنكليكيو عليها البدء، كنكليكيو غير على البدء هذه، كنجيو عاوتاني نفس الشيء عافكم ما غاديش تقراو هذا الشيء كامل، كنديروا وافقوا على الاحكام. موافقه سيدي اصلا بالزمنك غادي توافق، من بعد كدير قبول الاحكام مزيان. نتسناو شويه حتى طلع لينا بالخضر. ايوا يا سيدي ملي كطلع لك هذه اللعيبه هذه بالخضر فيها تم مبروك عليك تزوجتي، الخطوه الاولى. دابا غندوزو الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه شنو كنعاود ندير؟ كندير بدء، كنكليكي على بدء. هنا كيعطيوك الاختيار، يعني كتختار واش نعم لدي حساب حالي او لا، لا املك حسابا حاليا او لا اعلم. بطبيعه الحال حنا شنو درنا؟ كرينا الادسنس ديالنا. اذا كنجي كندير نعم لدي حساب حالي. اخوان الله يرحم لكم الوالدين، كنعتذر من الناس اللي كيجيهم الملل، انا راني عارف علاش كنطول في الفيديو، كنحاول انني يعني نمشي على النيفو ديال الناس اللي ما قارينش، لانه الناس اللي كيستوعبوا هذا الشيء وقارين راه خصني نزرب عليهم. دونك الله يرضي عليكم، كنعتذر منكم الا كنت كنطول عليكم، وكنحاول انني نبسط الامور بهالطريقه هذه مزيان. هنا من بعد شنو كندير؟ كندير نعم لدي حساب حالي هاكا. من بعد كندير متابعه مباشره، ما كندير متابعه كنتاكد بانهم اعطوني الايميل ديال القناه. هنا في حاله طلعوا لي جيميلات اخرين كنمشي كنتاكد بانه كليكيت على الايميل ديال القناه. هادشي في حاله صايبت الادسنس بالقناه ديالي. اما الا كنت صايبت الادسنس بجيميل اخر، الله يرضي عليكم، كنتاكد في هذه البلاصه هذه بانه كليكيت على داك الجيميل اللي انا صايبت به يعني عفوا صايبت به الادسنس. صافي مفهوم؟ يعني الا طلعوا لك 5 ديال الجيميل مثلا، باغ اكزومبل طلعوا لك 5 ديال الجيميلات هنا في هذه البلاصه، طلع لك الجيميل ديال القناه والجيميل ديال الادسنس وجيميلات اخرين. هذه في حاله صايبتي الادسنس بالجيميل اللي ماشي ديال القناه. علاش كتكليكي هنا؟ هنا كتكليكي على الجيميل ديال الادسنس. اما في حاله صايبتي الادسنس ديالك او لا الادموب ديالك تبعتي معايا الشرح وصايبتي بالجيميل ديال القناه، فهنا فاش كتوصل هذه الخطوه هذه كتكليكي على الجيميل ديال القناه، لان هو باش صايبتي الادسنس. نتمنى يا ربي نكون وصلت لكم الفكره، لان هذه يعني هذه الخطوه هذه حساسه بزاف. هنا فاش كيديروا بزاف ديال الناس الاخطاء وكيوحلوا من بعد، لهذا حاولت انني يعني نبسط هذه الامور هذه ما امكن. من بعد ما كنتاكد بانه الجيميل باش صايبت الادسنس هو اللي كاين هنا، كنكليكي عليه مباشره كتطلع لك هذه الواجهه. هنا شنو كدير؟ كنهبط شويه لتحت كندير قبول الربط مباشره. ما كديرها كتسنى شويه، ما كدير والو كتسنى شويه، شد يديك ما تقيس والو، كدير ارسال. الا طلعت لك هذه الارسال ديالها، ما طلعتش لك شد يديك ما دير والو، راه كطلع لك هذه الواجهه هذه، غير شد يديك بلا ما تقيس والو. ها انت الله يرضي عليك غتسنى شويه بوحدو كيديك اليوتيوب، يعني كيردك اليوتيوب ما تقيش والو ما تقيش والو. من بعد ما كيديك اليوتيوب هانتوما نتسناو يتشارج شويه، ما تقيش والو 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 والو، غير فوق كتوصل هذه الخطوه هذه ما تقيش مازال حتى حاجه. الله يرضي عليكم الاخوان، انا ما بغيتكمش الصراحه تطيحوا في شي اخطاء اللي فريمون غادي تلقاو مشاكل وغادي تقلبوا على اللي صايب ليكم وكذا. والله العظيم الا كندوي بحرقه وكندوي وباغي ليكم الخير كيف ما باغيه راسي، اما راه غنجي نزرب عليكم طق 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 طق، نحط فيديو دغيا فيه 8 دقائق والله يعاون. ولكن عارف ان المشاكل اللي كطيحوا فيها، لهذا حاولت انني نشد معكم الخاطر. دونك هنا فاش كنوصل لهاد البلاصه هذه شنو كندير؟ كنتسنى. هذه الخطوه الثانيه كتعطيك قيد المعالجه. في حاله اخويا ولا اختي ربطتي الادسنس ديالك مع اليوتيوب وما كنتيش تسنيتي في ديك الخطوه الاولى اللي قلت لكم غتسناو حتى تقبل لك الادسنس، فهنا يقدر الا ما تقبلش لك الادسنس ديالك غادي يطلع لك ديك اللعيبه اخطاء بالاحمر، ولا طلعت لك هذه مشكل اخر. هذا يعني نحاول اني ندير فيديو ندير عليه حلقه خاصه. اذا انت ضروري خصك دير تسنى حتى تقبل الادسنس ديالك، عاد باش كتجي كتربطو مع القناه وديك الساعه كتسنى مليون في المية غادي يتقبل، يعني غادي يدوز. هنا شنو كيوقع؟ الخطوة الثانية حتى هي كتكون تامة. إلا داز الأدسنس ديالك مبروك عليك، الأدسنس ديالك تقبل مع القناة. هنا شنو كدير؟ في حالة عطاوك أنك دير يعني تصيفط ليهم هنا في الخطوة الثالثة، راه مزيان ما عطاوهاش ليك، راه وحدها كدوز للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة
هنا فين كتكون شويه ديال التبوريشه وشويه ديال الخوف، ماشي مشكل غير كيدوز داكشي، كتسنى يومين ثلاث ايام اسبوع، بعض المرات راه كتسنى حتى شهر، ولكن في بعض الاحيان كتسنى غير 24 ساعه. يعني الا كانت القناه ديالك نقيه وخدمتي بواحد الطريقه اللي هي نقيه، ف 24 ساعه كدوز. الا كانت القناه ديالك شويه فيها فيديوهات شويه مشبوهين، يعني كتكون مراجعه يدويه وكتسنى واحد اسبوع 20 يوم على حسب كل قناه. وهي بعض المرات كيتعطلوا على حسب الا كان شي ابديت ولا كان يعني شي تحديث في المنصه ديالهم كيتعطلوا عليك. اذا هنا خويا ولا اختي ما دير والو، سير اخويا سد البي سي ديالك وضرب ليا شي كاس القهوه وتعشاني مع راساتك وسير حتى الغد ليه جيت قبل راه مزيان. ما تقبلش اولا بازال في المراجعه، حتى سنى حتى يجوز في المراجعه، وديك الساعه ان شاء الله القناه ديالك راه غادي تقبل. وهذا الشيء اللي كاين تمنايا، يا ربي يا ربي ما نكونش نسيت شي حاجه. الى عجبكم الفيديو وصلتوا لهاد البلاصه هذه النهايه ديال الفيديو، ما تنسانيش ما فيها باس ضغط على واحد لايك باش تشجعنا، وحط لي واحد الكومونتير يعني الملاحظه ديالك في حالات سواء كانت سلبيه او ايجابيه، ما عنديش مشكل، يعني الملاحظات ديالكم كناخذها بعين الاعتبار. طريقه الشرح ديالي واش مزيانه واش خايبه، واش نزيد يعني نبسطها ولا يعني كنطول عليكم وكيجيكم الملل. المهم حاولوا انكم تحطوا لي الملاحظه ديالكم باش ان شاء الله في الفيديوهات المقبله ان شاء الله نحاول ان ناخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار. اذا بهكا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو، بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا في الريسكوم. كان معكم محمد ابراهيم، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجي والله يرضي عليكم، ما تقرزوش على دوك لي لايك والبارطاج راكم ما خاسرين عليها حتى حاجه. والسلام عليكم، تهلاو ليا في الريسكوم، نتمنى لكم كاملين التوفيق وكاملين تربحوا من اليوتيوب ومن الادسنس، كل شيء سهل وكل شيء قريب عند الله. الانسان غير تكون عنده نيه زوينه ويتقاتل مع راسه راه كل شيء سهل. يلا الاخوان بلا ما نطول عليكم ما سخيتش بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.